هذه يقول ما نصايب الا 3 أيام او 4 أيام، هل عليها إثم؟ المرأة التي كانت تعتاد أن تصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة وهذه السنة كان فيها ما يمنع من مرض أو تعب وما أشبه ذلك، نقول ها؟ أو كبر في السن، نقول إن النوافل لا تلزم الإنسان حتى وإن كان صحيح. فلو كان من عادة الإنسان أن يصوم البيض مثلا ولكن لم يتمكن هذا الشهر أو كسل عنها، فلا حرج عليها أن يدعها لأنها نافلة، أعرفت؟ لكن إن ترك الإنسان هذه النافلة لعذر، إن تركها النافلة لعذر كتب له أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر عليكم السلام كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. تفسحوا الإخوان اقربوا شوي. جزاك الله خير.